فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العظيم. هذا الدعاء المبارك مما ألهمه الله تعالى لنبيه الكريم أبي الأنبياء خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام. وجاء هذا الدعاء في سياق جملة من الأدعية اللي دعا بيها سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه جل وعلا، كدعاء سيدنا إبراهيم لبلد الله الحرام مكة المكرمة، وكمان رجاء سيدنا إبراهيم البعد هو وذريته عن عبادة الأصنام وعن الشرك عموما، وكذلك دعاء سيدنا إبراهيم لذريته من بعد إسكانهم بهذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء، بأن يرزقهم الله تعالى من الثمرات على رجاء أن يكونوا من أهل الشكر لله تعالى على نعمه. في وسط هذه أو هذه الباقة من الأدعية، من ضمن هذه الأدعية اللي دعاها سيدنا إبراهيم عليه السلام وسجلها لنا القرآن الكريم، دعاء سيدنا إبراهيم بأن يجعله الله تعالى هو وذريته من مقيم الصلاة، وإنه كمان كان من دعائه اللي ألا تنسيهم النعم أو تلهيهم النعم عن المنعم وعن إقامة هذه الشعيرة وهي الصلاة. وده لأهمية أمر الصلاة ومنزلة الصلاة في جميع الشرائع، كان ختام أو كان في ختام دعوات سيدنا إبراهيم الطيبات المباركات اللي تضرع بها إلى ربي، كان ختامها أو في ختامها ورد: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. معنى ربنا وتقبل دعاء ومعناها من رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني يا رب اجعلني من عبادك الذين يقيمون الصلاة فيؤدونها بحقها حقا، من حيث الحرص وخشية المولى سبحانه وتعالى وأدائها في أوقاتها بإخلاص وخشوع، لأن هذه من الأعمال التي يحبها الله تعالى، الصلاة على وقتها. الإنسان زي ما مشغول في الدنيا بحاجات كتيرة في الحياة، بالأبناء وبالأولاد وبالرزق وبالزوجة وبالأهل وبالجيرة وبالزمالة، كل الدنيا بكل مفرداتها وتفاصيلها، لا، المؤمن
الذي يقيم الصلاة مشغول بالصلاة، مشغول إن الأذان رفع فهو على طول يسعى إلى الطهارة فيتوضأ، وهو بيتوضأ مستحضر معاني النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن مع كل يعني غسل لأي عضو من الأعضاء بتنزل سيئات الإنسان، فهو بيستحضر هذا المعنى، فكل استحضارك لهذه المعنى بتنتفع أنت ببركات ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، مركز إنك بتستعد لعبادة وستقف بين يدي العظيم جل جلال الله. هذا التركيز استحضار وتدريب للعبد على إنه يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا ما وقف وردد الآيات وذكر التسابيح الموجودة داخل الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة استشعر عظمة الفاتحة والتي قال الله تعالى يعني أنه قسمها بينه وبين عبده، ولعبدي ما سأل في فاتحة الكتاب وأن فيها دعاء، فالإنسان اهدنا الصراط المستقيم، مستشعر يسأل الله بقلبه، فإذا انخفض للركوع وهوى للسجود بيؤدي الأركان بهدوء وتؤدة، مش بيجري، مش بيصلي الصلاة وخلاص، لا، بيستشعرها، بيحاول إنه يخشع في الصلاة. السرعة ما تخليكش تخشع، السرعة في قراءة القرآن، في القيام في الصلاة، أو في التسبيحات تقولها بسرعة، أو في أداء الأركان من ركوع وسجود، كل ده لازم يبقى بالراحة عشان الإنسان يعني يستحضر عظمة أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، لم يكتفي بدعاء الخير لنفسه، وإنما دعا لذريته، يعني يا رب اجعل كمان من ذريتي من يقتدي بي في ذلك، كما أسألك يا رب أن تتقبل دعائي ولا تخيب رجائي في مطلوب أسألك إياه. فدعا بالمحافظة على الصلاة، إن هو يحافظ عليها مش هو وبس، هو وذريته، ودعا كمان بإجابة دعائه. يبقى الإنسان يتعلم معاني هنا مهمة، القرآن لما بيجيب بينتخب، أو أن الله سبحانه وتعالى قص علينا من قصص الأنبياء الكرام تفاصيل ومشاهد في حياتهم في رحلتهم الإيمانية، وبعدين بتيجي كده نورانيات بنشوفها، شوف هذا أبو الأنبياء ده لما كان يدعو بالخير لنفسه يدعو به لذريته كذلك كما سنرى. طب ليه سيدنا إبراهيم عليه السلام من ضمن الأدعية التي وردت دعا بالصلاة؟ لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة صلة، صلة بين العبد وربه، قد جعلها رب العزة سبحانه وتعالى كما قلنا منقسمة بينه وبين عبده، لذلك سميت، أو لهذا سميت الصلاة بالصلاة بهذا الاسم، لأنها مشتقة من الصلة، فأنت حينما تقوم وتصلي تصل مولاك. الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، ولأن الصلاة هي معراج النفوس إلى خالقها، وإنك توفق إلى إنك تكون من مقيم الصلاة، مش من المصلين بس، من مقيم الصلاة، أمر مهم وعظيم يستدعي من المؤمن أن يكون عنده حرص على أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أنه يعينه على إقامتها، ودعائه سبحانه وتعالى باستمرار إنه ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فتدعي على طول ربنا وتقبل دعاء، إني أكون من أهل إقامة الصلاة أنا وذريتي يا رب، التوفيق لي إنك تكون من مقيم الصلاة ده قمة التوفيق، فلابد إن احنا نسأل الله المعونة والمدد، لابد من الإعانة يا رب، فبنسأل العبد يسأل ربه عني وافتح علي واجعلني من مقيم الصلاة. الصلاة هي إقامة لذكر الله تعالى، وأقم الصلاة لذكري، ذكر الله تعالى اللي هو إيه؟ راحة للقلوب وسبيل لإزالة الهموم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهكذا جعلها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال رضي الله عنه يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها.
أقم الصلاة أرحنا بها. لكن كيف تريحنا الصلاة؟ لمن أقامها بحق، مش أي صلاة. الإقامة اللي أنت مستشعر فيها أنك بين يدي العظيم جل جلاله، إقامة الصلاة التي فيها خشوع وهدوء في أداء أركان وسنن الصلاة، تقرأ القرآن بهدوء، تجتهد خارج الصلاة لتتعلم كيف يتلى القرآن، فلما تقرأ داخل الصلاة تتذوق حلاوة كلام المولى سبحانه وتعالى، تتدبر المعاني. فوانت تقرأ الآيات في أثناء وقوفك في الصلاة فأنت مستشعر المعاني قدر طاقتك وعلى قدر استيعابك وفهمك. وقلنا إنه على قدر استعدادك، كما قال أهل الله إنه على قدر استعداد العبد يكون ويأتي ورود الإمداد له. من اللطائف في الآية إنك تتدبر ليه سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا الله بإقامة الصلاة، إن يكون من مقيم الصلاة، ولم يدعو الله بإنه يكون من المصلين فقط أو من مؤدي الصلاة. الرب اجعلني إيه؟ مقيم الصلاة. لأن الدعاء الوارد في الآية الكريمة لما جاء بإقامة الصلاة وليس مجرد الأداء زي ما قلنا من شوية، لأن الإقامة الحقيقية للصلاة بالصورة اللي وصفناها هي دي اللي بتؤتي ثمرتها المرجوة، اللي هي زي توصل للمراتب العالية وتشارف الكمال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها. وهي إنك ساعتها وإنت بتصلي بيتوجه المؤمن بكليته إلى مولاه ظاهرا وباطنا، جسدا وعقلا وروح، كل ده في آن واحد. إنت بتتوجه تتوجه في كل صلاة إلى الله الواحد الأحد لا إله إلا هو، فكلك أجمعت نفسك على الله الواحد الأحد، فأجمعت خواطرك وأفكارك وشوارد ذهنك كلك ظاهرك وباطنك، بتركز وبتخشع بين يدي الواحد الأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إقامة الصلاة بالخشوع الكامل في وقت وقوف المؤمن بين يدي خالقه سبحانه وتعالى تديك ثمرة الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي الصلاة، صاحبها طعم حلالا، يدعو ربه، يسأله التوفيق الدائم، يتحرى طاعة المولى سبحانه وتعالى، يخشع قدر طاقته في صلاته، يوصل إنه يحصل ثمرات إقامة الصلاة بحق، ويحصل ويحصل الفلاح المنشود كما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكرنا إنه من لطائف هذا الدعاء إن سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل ربه إقامة الصلاة لنفسه وذريته. والقرآن لما قص علينا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأتى لنا بدعائه الكريم وبدعواته المباركات عشان ينبه على أن سيدنا إبراهيم وفق إلى أنه يدعي لنفسه ولذريته، وأنه الإنسان المؤمن عليه أن يدعو لذريته كذلك، يبدأ بالدعاء لنفسه لأنه ده من سنن الدعاء ومن أداب الدعاء، يبدأ بنفسه وبعد كده يبدأ بالدعاء لأولاده بالخير الذي يتحقق به الصلاح ليهم في الدنيا ثم النجاة والفوز ليهم بالمطلوب الأعلى وهو الجنة في الآخرة. وكيف لا، ورد في سورة الطور ما يشير إلى إن صلاح الأبناء تابع لصلاح الآباء. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأنت لما تدعي ما تستأثرش بالخير لنفسك، لا أدعو لنفسي ثم أدعو لذريتي. أي شيء تدعي لنفسك من الخيرات من خير الدنيا والآخرة سل نفسك أولا ثم بعد ذلك سل ذريتك ولمن تريد. ورد عن سيدنا سعيد بن المسيب كما كان يحب أن احنا ننادي أو نطلق اسمه أو لما نقرأ اسمه سعيد بن المسيب، وكان من كبار التابعين والعلماء الصالحين رضي الله عنه،
إنه كل لما كان يحب إنه يصلي، كلما أراد إنه يصلي قيام الليل، نظر يبص كده لابنه ويقول له: إني أزيد في صلاتي ليصلحك الله وليحفظك الله، ثم يبكي رضي الله عنه. يعني يزود في قيام الليل عشان ربنا يصلح له الذرية بتاعته في ابنه، وهو قاعد بيكلم ابنه. وشوف الجمال، إنه في سيدنا سعيد بن المسيب بيحضر ابنه معاه فيما يأتيه من خير، فبيقول له: أنا بزود في صلاة القيام بتاعتي عشان ربنا يصلحك ويحفظك. وبعدين يبكي فيرمي المعنى الراقي ده، بذرة طيبة في قلب هذا الصغير أو في قلب ولده، وبعدين بيشوفها قدامه آية متحققة، بيشوفها قدامه نموذج وقدوة. وده شيء مهم، إن أنا لما أعمل الخير أتكلم بيه مع أولادي، أحكي لهم إن أنا بقوم أصلي ده عشان أنا عايز كذا. هقول ده ما بيفهمش، لا بيفهم، دي نبتة أنت بتزرعها بتؤتي ثمارها بوقتها. إن إحنا نشارك أولادنا الصالحات من الأعمال، ما أقولش هم ما بيفهموش، بيفهموا كل هذه المعاني، ألقاها علينا وحاضرنا فيها أباؤنا وأمهاتنا، وكذلك الأساتذة الكرام وأشيخنا. ربنا يبارك يرحم من مات منهم، ويبارك في عمر من هم ما زالوا على قيد الحياة. كل حاجة كانوا بيقولوها لنا في الصغر على قدر ما نستعيب، وبالوقت تربت المعاني وأثمرت. فكل خير تعمله لنفسك شارك في أولادك مهما كانوا صغار، بالكلمة تارة، وبالنصيحة المباشرة تارة، وبالقدوة وهي الأساس. وده شيء مهم جدا، إنه يعمر البيوت بذكر الله تعالى. في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي يعلمنا الله إياه، لأنه ذكروا في القرآن الكريم توجيه للوالدين إلى الدعاء لأولادهم زي ما قلنا بعموم الخير في الدنيا والآخرة، لأنه بلا شك إنه ده معالي الأمور وأشرفها، اللي هي معالي الأمور وأشرفها اللي بتتعلق برضا المولى سبحانه وتعالى، وبتتعلق بفوز العبد بالسعادة في الدنيا وبتحقق له النجاة في الآخرة. ودي أولى يعني بالطلب والدعاء. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعلم الأمة إنه يدعو الله ويسأله عقب الصلوات المكتوبة، إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله الإعانة على الطاعات والمداومة على الطاعات. بعد ما بعلم ابني، زي ما بعلم ابني الصلاة وبعد ما بعلمه الصلاة، لو أنا بصلي بيه جماعة، بصلي بأهل بيتي جماعة، بنروح المسجد نصلي، أقوم أعلمه الدعاء ده اللي النبي يعلم زوجتي والزوجة تعلم زوجها، ومن عنده العلم يعلم من ليس عنده هذا العلم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيسأل الله عقب كل صلاة إنه يعينه على ذكره وعلى شكره، وأن يشارف الكمال في مسألة العبادة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، أخذ بإيد سيدنا معاذ. وشوف رقة النبي عليه الصلاة والسلام وعطفه وحنوه والتربوية العالية في التوجية، مش العنف والزجر، لا، ياخد بإيد سيدنا معاذ. ويا بخت سيدنا معاذ بما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين أجمعين. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية، مشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا هناخد إن شاء الله حتى ولو سؤال، الوقت برضو داهمنا. معانا أستاذة نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله يا سيدة كل. أنا آسفة على الإزعاج. أبدا، أهلا وسهلا. ربنا يخليك. جه على الفيسبوك مقطع للشيخ الشعراوي بيقول محدش يقول يا رب عشان يا أداة نداء للبعيد وربنا أقرب إلينا من حبل الوريد. بعدين خلص المقطع فأقول إيه بدل يا رب؟ حاضر. إيه تاني؟ الثاني والأخير. أي تفضلي. في برضه على الفيسبوك جه داعيه اسلاميه بيقول محدش يصلي السنه بعد الفرض الا اذا كان في فاصل بينهم، يعني التسبيح يا قران كريم. ده إيه؟ صح يعني ولا مش صح؟ انه ما صليش السنه مباشره بعد الفرض؟ بعد الفرض الا اذا كان في فواصل تسبيح او قران كريم، فهل ده صح ولا مش صح؟ حاضر. شكرا. استاذه فاطمه. استاذه فاطمه بسرعه السؤال عشان الوقت. ان شاء الله نسيبه حتى في السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضلي يا استاذه فاطمه. انا ان شاء الله يعني ما يا رب. انا يعني ايه كل يوم يحصل معايا مشكله، كل يوم حد من غير حاجه من غير سبب. مره دخلت الحمام عيطت وصوت وامي تاني تشدني ما رضتش انشد، بنلبس وكده ونطلع القريه ونيجي نرقد تاني وما نعرفش نتحرك من مكان. انت متجوزه عندك ولاد؟ ايه وضعك الاجتماعي؟ مش متجوزة خالص. انا لسه. كم سنة إيه؟ كم سنة انت يا فاطمة؟ 16 سنة. ايوه. انت مضغوطة بمذاكرة او بشيء؟ ايوه عم ذاكرة ان شاء الله، بس يعني جاي له واحد وكده واهلي مش موافقين بيه. طيب شكرا. هنطلع الكتاب، وبعد الكتاب ان شاء الله نبدأ في رد على اسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى في بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، وما زلنا في تصحيح سورة النبأ، وهنبدأ في قراءة الآيات اللي عليها الدور لتصحيحها، ونقرأ كمان مع شبابنا الحلوين. ازيكم؟ الحمد لله. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. أنا عايزة الصوت هيختلف. الآيات قبل كده كانت بقى بتتكلم عن جهنم المرصادة وآيات كلها تهديد للمعاندين والمكذبين. هنا الآيات هتتكلم عن أهل التقوى، أهل الطاعة اللي بيدرأوا بطاعتهم عذاب جهنم عنهم، لأنهم أطاعوا الله تعالى واتبعوا الرسل وتمعنوا وتدبروا في الآيات، سواء آيات الوحي أو الآيات الكونية، الخلق العظيم اللي قدامنا. فربنا بقى بيبشر أهل التقوى، وربنا يجعلنا منهم ويجعلنا من أهل الفوز. قولوا اللهم آمين.
اللهم آمين. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. مين اللي هيقرأ؟ يلا يا لانا. إن للمتقين مفازا. متقين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. فين المد؟ حدائق وأعنابا. لا، مفيش عندي تنوين عشان أعمل له إضغام. أنا عندي مد والقاف هنا مفتوحة والواو مفتوحة، ما عنديش القاف مش منونة. حدائق وأعنابا. حدائق معايا؟ حدائق وأعنابا. أحسنت. وكواعب أترابا. أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. لا، إزاي؟ هو أنت تشيلي التنوين وتحطي التنوين؟ ليه يا لانا؟ عطاء أنا عندك عليها إيه؟ تنوين. تنوين إيه؟ مفتوح ولا مضموم ولا مكسور؟ مفتوح، يبقى أنا عندي تنوين، تمام؟ ورايا حرف من حروف الإدغام ولا الإظهار؟ بعد عطاء. أيوه، ما أنا هعرف إذا كنت هنطق نون التنوين ولا هدغمها، ولا هعمل إيه؟ ولا هخفيها، بعرف ده من الحرف اللي وراه. عطاء حسابا. يعني انت شايفه ان هي يتعمل لها ادغام؟ سكت كده، ساد الصمت. اظهار. ليه؟ لان جاي وراها حرف ايه؟ حرف مد. بص، هطلعك بره المجلس، انت بالذات تغلط الغلطه دي عيب عليك. وراها حرف الحاء. حسابة. مش عطاء. ما هو ده حرف من حروف الإظهار. الحروف الإظهار إيه؟ نسيت يا عم. ناخد بعديها. أيوة، ما أنت دلوقتي عندك التنوين المفتوح وراه الحاء. أيوة. من حروف الحلقية، من أحكام النون الساكنة والتنوين. إذا جاء وراه حرف من الحروف الحلقية، الهمزة والهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، دي حروف كلها الحلقية، بتظهر. عطاء حسابا. انما لانا بتعمل لي ادغام وغنه. لا، احنا لازم هنا نون التنوين تظهر في عطاء، ولانه جاي وراها حرف من حروف الازهار، الحروف الحلقيه اللي لازم تظهر فيها النون بتاعه التنوين او النون بتاعه النون الساكنه. عطاء حسابا. عطاء حسابا. يلا يلا نكملي. عطاء تاني. جزاء من ربك عطاء حسابا. عطاء نفس المد، حرف المد والهمزة جاي وراها في نفس الكلمة، أربع حركات. عطاء حسابا. عطاء حسابا.
تمام. يلا يا سادة. إن للمتقين مفاذا حدائق. ازاي مش عجبان؟ إن للمتقين مفازا. أيوة. حدائق وأعنابا. ما تقلقلش العين يا سادة. وكواعب تاني. حدائق. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا. الهمزة. وكأسا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يلا يا زهراء. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جميل. يلا يا شروق. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. اهمسي كويس. أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. شوف أنا عشان مشيت كده وفوتك لازم أخدك على طول. يلا يلا حبيبي. يلا يا آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. القراية حلوة قوي وتصويرك الصوتي عجبني. جميل. بس اهمس لي التاء. أترابا. أيوة. وكأسا دهاقا. بتقولها ازاي؟ وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. أيوة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جميل. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. سريعا كده نجيب على الأسئلة الخاصة بحضراتكم. الأستاذة نغم بتسأل عن مقطع سمعته للشيخ شعراوي بيتكلم فيه على أنه ما يستحبش إحنا نقول يا الله. الدعاء طبعا باب واسع وما ذكره مولانا الشيخ الشعراوي هو من باب الأدب العالي مع الله سبحانه وتعالى، والإنسان يدعو ربه بما ربنا سبحانه وتعالى يفتح به عليه. إسقاط حرف النداء هنا
يا الله، فتقول اللهم بدل يا الله. إسقاط حرف النداء ده من آداب الدعاء، لا يعني أن استعمال حرف النداء خطأ، وإنما اللي نقدر نقوله في هذه المسألة أنه الشيخ حب ينبه على نكتة بلاغية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنت لما بتنادي على حد في معنى أنه من جهة البلاغة أنه بعيد، فهو بينبهنا إلى هذا المعنى البلاغي. ولكن إذا قلنا يا الله ليس فيها شيء، زي ما هو وارد في السنة، يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيا حي يا قيوم. وارد كمان في الدعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك الرجل، أو سمع هذا الرجل يدعو بهذا الدعاء والنبي لم يعلمه هذا الدعاء، هذا مما فتح على هذا العبد به، قال لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالشيخ شعراوي بيعيشنا البلاغة بتاعة اللغة العربية وجمالات اللغة العربية على أن احنا نقول اللهم، هذا من آداب الدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. الأخت الفاضلة اللي بتسأل إنها سمعت فيديو على النت بيقول إنه، أو على اليوتيوب، إنه بيقولوا لها ممنوع تصلي الفريضة وراها النافلة مباشرة. أولا لا مانع من صلاة النوافل بعد الفرائض بلا فصل بشيء. النقطة اللي أنا عايزة أنبه عليها إنه اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو وارد في المناهي عدم إن إحنا نوصل صلاة بصلاة، النهي ده على الاستحباب مش على الوجوب. يعني افرضي أنا النهاردة يعني مضغوط ومش هقدر إن أنا أفصل، فهعمل إيه؟ أقوم أصلي الفريضة ولا مانع أقول أستغفر الله سبحان الله وبعد كده أصلي، أو أغير مكاني وأصلي السنة في تصرفات أخرى. الأفضل للإنسان أن يصلي الفريضة ثم يقول أذكار ما بعد الصلاة وبعد كده يصلي السنة. ما عنديش وقت وصليت الفريضة وسلمت خرجت من الصلاة ثم أتيت بالنافلة، لا بأس. ما ورد في المناهي هنا للاستحباب وليس للإيجاب. الفيسبوك أو غيره ليس مصدر موثوق للمعلومة وتعلم الدين، عشان نميز للناس بين ما يجب وما يكون مستحبا. يا فاطمة اللي انت بتجيلك أحوال بتضايقك بتصوتي بتصرخي، أنصح بالتحصينات الشرعية وحنقولها لكم في أقرب وقت إن شاء الله. أشغل وقتي بأشياء نافعة وما بقاش على طول بذاكر وقفل على نفسي فضغط نفسيا وبعدين يحصل لي اضطرابات. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. النفس إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. يا اللهم، اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين واختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين.